الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن إجمالي استيرادات العراق لعام 2021 من المواد السلعية والمنتجات النفطية بلغت نحو 17 مليار دولار أمريكي، وأن الصين أهم الشركاء التجاري. وقال الجهاز في تقرير إن إجمالي الاستيرادات لسنة 2021 للمواد السلعية والمنتجات النفطية سجلت نسبة ارتفاع مقدارها 34.8% عن سنة 2020 البالغة 15 مليار دولار. وأضاف أن إجمالي الاستيرادات لسنة 2021 للمواد السلعية غير النفطية بلغت 10.7 مليارات دولار. كشفت مؤسسة عراق المستقبل عن استيراد العراق خلال 6 أشهر من العام الحالي هواتف صينية ب 54 مليون دولار. وقالت المؤسسة أن سوق الهواتف في العراق سوق نامية، تصل كمية الاستيرادات السنوية فيها من الهواتف لأكثر من 5 ملايين هاتف، وإن قانون التعرفة الجمركية يشير إلى أن نسبة الجمرك على الأجهزة تصل إلى ما نسبته 15%، وأن قيمة الجمرك المفروض خلال السنة تبلغ بحدود 90 مليون دولار، لا يدخل منها دينار واحد إلى هيئة الجمارك العراقية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق توقف نحو 300 مصنع عن العمل في السليمانية بسبب مشاكل ضريبية وتوقف تزويدها بالكهرباء والوقود. وحذرت الوزارة من توقف مزيد من المصانع بحال استمرت أزمة الوقود والكهرباء التي أثرت بشكل كبير وسلبي على عمل المدن الصناعية والنشاط فيها. كما ودعت الوزارة إلى خفض الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية وتشجيع المنتجات المحلية. هددت شركة بترو تشاينا الصينية بالانسحاب من محافظة ميسان في حال استمرت التظاهرات من المناطق المحيطة بها. وقالت الشركة أن إدارة الشركة هددت بإيقاف أعمالها في ميسان والانسحاب خارج العراق بشكل كلي تماما، مشيرة إلى أن المتظاهرين من أهالي الكحلاء يطالبون بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب لهم، وهي ليس من اختصاصها، لافتا إلى أن إطلاق الدرجات الوظيفية هي أمور رفضتها الشركة بشكل قطعي. ارتفعت مرة أخرى أسعار النفط مع انتعاش ملحوظ في واردات الصين من الخام الشهر الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا إلى 95 دولارا و50 سنتا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 دولارا و46 سنتا للبرميل الواحد. هذا وأظهرت بيانات جمركية أن الصين أكبر مستورد للخام النفطي في العالم، استوردت 8.79 ملايين برميل يوميا من الخام في تموز، بارتفاع عن أدنى مستوى لها في السنوات الأربع الماضية بعد أزمة انتشار وباء كورونا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.